صباحكم نور أعزائنا ومتابعينا على صفحتنا نورسات جوردن وعلى تلفزيون نورسات وتيلي لومير. منصب عليكم، على أصدقائنا، على أحبابنا، على وطننا وعلى أمتنا العربية والإسلامية في عيد المولد النبوي الشريف. اليوم بصادف العيد، فكل عام وأنتم بخير وأردننا بخير والوطن العربي بألف خير. بالنسبة لأخبارنا لهذا الأسبوع، هي حافلة طبعا. أنا بشكر كل الأشخاص اللي كانوا تابعوا برنامج صباحكم نور وسألوا وين الدكتورة، فأنا كنت غايبة عنكم شوية، أسبوع زمان كان بأشغال خارج الأردن، فالحمد لله أمورنا تمام ونورسات تمام. واللي سأل عن وضع نورسات، نورسات بخير ومستمرة فيكم، مستمرة في محبتكم، مستمرة بعطائكم ودعمكم وتواصلكم معنا. فنورسات بتضل نور مشع بكل العالم، ونورسات إذا تعرضت لبعض الهزات فهذه الهزات بتزيدها قوة واستمرارية في عطائها، فبيضل نور المسيح وصوت المسيح وصوت كلمة ربنا منتشرة وما بتموت. فهذا الصوت بعطائكم، بمحبتكم، بدعمكم، بتواصلكم سيستمر بغض النظر عن كل الضغوطات اللي بتعرض فيها لبنان. لا طبعا احنا عم نحكي كمان عن نورسات الام في لبنان، عم بيتعرض لهزات ان كانت اقتصاديه، ان كانت حتى سياسيه، ان كانت مجتمعيه. فنطلب نحن معكم، منصلي للبنان انه يعم السلام والامن في هذا الارض، ارض المحبه، ارض السلام. قداسه البابا فرانسيس حكى انه لبنان الرساله، وفعلا هي رساله لكل العالم. فيبقى لبنان صامد بغض النظر عن هالهزات، وسوف يصمد ويخرج قويا منتصرا على كل الأشخاص أو كل الأصوات اللي بتنادي بهدم لبنان. فلبنان رح يضل عامر بمحبته، بعامر بقديسيه، عامر بإيمانه، فهذه الرسالة لن تموت. طبعا نحن في الأردن نشاطاتنا لا زالت مستمرة، فمثل ما أنتم بتعرفوا بلشنا البث التجريبي وبطل تجريبي هلأ، يعني نحن هلأ في التقييم، مرحلة التقييم للبث المباشر. طبعا مثل ما خبرتكم سابقا، البث المباشر هو عبارة عن مواد موجودة في أرشيف نورسات الأردن، وهي المواد يعني بدل ما تضل موجودة، إن كان ترانيم، فيديو كليبات، مسرحيات، أمسيات ترانيمية بمناسبات مختلفة، أعياد ميلاد والأعياد الفصحية، فحبينا أنه نضلنا نرجع نعيدها والناس تسمعها. فهذا هو البث المباشر، وإن شاء الله أنه نطلع منها لفضائية في الأردن ونسميها نورسات الأردن. نتمنى هذا الشيء طبعا من كل قلبنا. فبالنسبة لأخبارنا، نشرة الأردن في أسبوع يعني نشرة كانت زاخرة في الأخبار المختلفة، منها مدارس البطركية اللاتينية تستضيف الفنانة ماجدة الرومي لدعم الطالب المحتاج. فحلو متابعة هذا الموضوع، أظن بعتقد ب15 الشهر راح تحضر ماجدة الرومي، وبعتقد كمان البطركية راح تحط التفاصيل أكثر عن هذا الحفل عشان الناس تيجي تحضر أو نشوف وين البطاقات تباع. طبعا مجموعة كشاف ترسانتا في بيت لحم تنظم يوما توعويا عن سرطان الثدي. انتم مثل ما بتعرفوا شهر 10 هو شهر الوعي، نشر الوعي لموضوع سرطانات سرطان الثدي بالأخص. فهي رسالة موجهة لكل النساء انهم يعملوا الفحص التشييكي. رعية كنيسة سيدة الجبل اللاتين في عنجرة تقيم قداس الأحد، نقلنا قداس من كنيسة سيدة الجبل، وانتم بتعرفوا انه هاي احد المزارات اللي اعلنها قداسة البابا للحج المسيحي في الأردن. وترتيبات إدارية في كنيسة القديس نيقولاوس للروم الأرثوذكس بالعقبة، طبعا بتشاهدوها على موقعنا nursajo.com وأيضا على نشرة الأردن في أسبوع. وانطلاق فعاليات أركض مع ذهب، مشاركة 70 طفلا، وأيضا كان في إطلاق كتابين للكاتب الدكتور جلال فاخوري وبعنوان شذرات في الفكر السياسي، والدكتورة فلومين نصار شرقية أنا. فكان الاحتفال جميل والكتابين يعني يستحقوا القراءة.
فيعطيكم العافية. وأيضا هناك أخبار أخرى بتلاقوها في نشرة الأردن في أسبوع، وأيضا على صفحتنا نورسات جوردن. الآن طبعا أنا في موضوع لازم أثيره، اللي هو موضوع كورونا. إحنا لازلنا في يعني وباء كورونا منتشر وعم بيزيد الأعداد، بغض النظر عن الأسباب، مهرجانات مغنيين فنانين، مهرجان جرش ولا مهرجانات غنائية هون وهون. الوباء موجود والشتاء قادم وممكن تزيد الحالات. يعني امبارح سجل 8 وفيات و1715 حالة إصابة، فحتى كمان المصابين متطعمين، لكن طبعا الإصابات والسيمتومز الأعراض كانت خفيفة عليهم لأنهم متطعمين. فنحن بنشجع على المطعوم، اتطعموا رجاء، سجلوا في المنصة، وأيضا ديروا بالكم على حالكم بالتجمعات، البسوا الكمامة، حافظوا على التباعد الجسدي، وأيضا المعقمات يعني تضلها دائما بحوزتكم. فما تستهينوا بالأمر، أحسن لا تفقدوا أحباب لإلكم. يعني مش مستاهل الواحد يعني يتضايق أو يفقد حدا أو يتألم عشان موضوع إنه ما حطش كمامة، أو كان في تجمع ونقل المرض لآخرين كانوا ما عندهم مناعة أو مش متطعمين. ف هذا الموضوع حبيت إني أثيره هذا الصباح لموضوع كورونا. فبنحب هلا بالبداية طبعا بعد ما احنا استعرضنا نشاطاتنا خلال على صفحتنا وعلى خلال الأسبوع، بنرحب بضيفنا، ضيفنا العزيز وصديق النورسات أيضا الأستاذ لؤي حداد، وهو محامي ومستشار القانوني في مطرانية الروم الأرثوذكس. فرحبوا معي وصباحك نور أستاذ صباح الخير. لؤي، صباح الخير، كيف حالك؟ شاكرين لك حضورك هذا الصباح الباكر، مع أنه اليوم عطلة عيد المولد النبوي في الأردن. الله يسعدك يا رب ويعطيكم العافية. طبعا استاذ لؤي هو المستشار القانوني في مطرانية الروم الارثوذكس، وكان استضافته هذا الاسبوع للحديث عن رسوم المحاكم الكنسية. انتم مثل ما بتعرفوا مؤخرا اثيرت يعني تساؤلات عن التفاوت في الاسعار بين الرسوم المحاكم الشرعية والمحاكم الكنسية، فحبينا انه ناخذ المعلومة الصحيحة من مصدرها وما نضل معتمدين على التأولات وعلى الاشاعات او على تهكهنات الاشخاص اللي ما عندهم المعلومة الصحيحة، فما نضلنا نحن نعمل الشوشرة هاي، بسميها أنا شوشرة شوي وهي زوبعة فنجان، بس هي استحقت أنه نستضيف أستاذ لؤي معنا لهذا الصباح على أساس أنه يعطينا المعلومة الصحيحة على موضوع التفاوت في أسعار رسوم المحاكم الكنسية. أيضا أنا حابة بهذا المجال كمان أحكي في موضوع أنه نحن لما بنشعر أنه نحن مظلومين في موضوع ما، أو لا نستحق هذه المعاملة، أو لا نستحق يعني أن نطالب بالمساواة، إحنا ليش مش زي بقية العالم؟ نحن ليش مش زي بقية خلق الله؟ نحن ليش بهالوطن حسب الدستور نحن سواء مسلم ولا مسيحي، نحن حسب القانون وحسب الدستور إلنا حقوق وواجبات متساوية. مظبوط هذا الحكي، ونحن كمان أيضا يعني بنشعر فيه كمان إنه في معاملة بالسواء، لكن في أمور يعني متخصصة خاصة في أشياء أو في أمور يعني تخص الشأن المسيحي، والشأن المسيحي إن كان المجلس الكنائس الأردن، إن كانت محاكم الكنسية، إن كانت القضاء، كلها متخصصة فيها الكنائس وليس إنه المحاكم الشرعية. فلما احنا نثير هيك مواضيع ونثورها اعلاميا، يعني لازم علينا احنا دائما اي مواضيع تخص الشأن المسيحي او تخص نضبضبها بين حالنا ونستفسر عنها، يعني ما نثيرها على الملأ ونخليها عرضة للتأولات وعرضة للحكي الغير يعني ما له لزوم. يعني في ناس كثير يعني بالتعليقات اللي أثيرت ونحكى فيها يعني أساءوا للكنيسة، أساءوا لآباء الكنيسة، أساءوا للقضاء الكنسي، أساءوا للرؤساء الكنسيين، فليش نعرض رؤسائنا اللي بيقوموا بواجبهم
وبرسائلهم يعني حسب ما إمكانياتهم وحسب ما بشوفوا مناسب. يعني ممكن أنت اللي بتشوفه مناسب غير ما مثلا رؤساء الكنائس عم بتشوفوا مناسب. فإحنا ليش منثير هذه الزوبعات وهذه المهاترات على السوشيال ميديا بينما عندنا المعلومة الأصلية ممكن ناخدها من الكنائس نفسها؟ فعلى كل هذه مناسبة بنحكي فيها أنه دائما نكون إيماننا القوي في كنيستنا، وكنيستنا لن تقوى عليها أبواب الجحيم. فكنيستنا بخير، ورؤساءها نحن كمان ثقتنا فيهم بخير لأنهم هن ممثلين السيد المسيح، يعني هن بيمثلوا السيد المسيح أمامنا. فبغض النظر عن آراء الجميع، يعني ففي ناس ممكن توافق ممكن تعارض، لكن لا تكونوا حجر عثرة أمام إخوتي، هكذا قال السيد المسيح. إذا إحنا بنثق السيد المسيح وبأقوال السيد المسيح، هكذا قال السيد المسيح، لا تكونوا حجار عثرة أمام إخوتي هؤلاء اللي مثلا بيكون عندهم إيمان ما عندهم هذا الإلمام الكبير، فأنت بتشكك في إيمانه، فلماذا تكون حجر عثرة؟ فربنا هذول الأشخاص بصراحة لعنهم، قال لهم فلا تكونوا حجار عثرة. فبدناش نطول على أستاذ لؤي. أستاذ لؤي صباحك نور. صباح الورد. الله يسعدك يا ربي، وشكرا لك وحضورك، شكرا لكل الأشخاص طبعا اللي عم بيتابعونا على صفحتنا فيسبوك وعلى المباشر هلا، وفي عنا كتير هلا بلشت أسئلة عنا على التعليقات. لكن أستاذ لؤي تعطيني نبذة عن المحاكم الكنسية، هيكليتها كيف، الهيكل الإداري للمحكمة الكنسية، وما هي ومن هي سلطتها؟ بس احنا عم نحكي هلا عن الروم الأرثوذكس. ستي أول شيء صباح الخير إلي كل المشاهدين جميعا. هلا احنا كمحاكم كنسية، نعم، احنا مشكلين بموجب الدستور الأردني. هلا نعم. الدستور الأردني قسم المحاكم إلى ثلاث أقسام، نعم، اللي هي المحاكم النظامية، المحاكم الدينية، المحاكم الخاصة. المحاكم الدينية قسمها لقسمين، اللي هي المحاكم الشرعية لأخواننا المسلمين، ومجالس الطوائف المسيحية اللي هي المحاكم الكنسية لإلنا. نعم. هلا احنا بالنسبة، أنا بحكي كطائفة الروم الأرثوذكس، احنا في عنا محكمة بداية، نعم، ومحكمة استئناف، وفي عنا المجمع المقدس بصفته محكمة نقض تمييز. نعم. محكمة البداية تشكل من ثلاث قضاة لكل هيئة، نعم، بموجب قانون مجالس الطوائف المسيحية لسنة 2014. نعم. طبعا لكل المحاكم المسيحية مش بس احنا، نعم، يعني مش بس الروم الأرثوذكس. نعم، هذا القانون اللي صدر مؤخرا وصارت عليه كمان بال 2014. نعم. صدر هو. فالهيكلية للمحكمة بتكون رئيس المحكمة يشكل، أو رئيس الأعلى للطائفة عفوا، يشكل الهيئات بثلاث أعضاء على الأقل. بعدين في عنا مثلا الموظفين الأقلام، قلم المحكمة، الكاتب بالمحكمة، قسم المحاسبة. يعني عندنا يعني محكمة متكاملة بكامل، يعني بكامل عناصرها وبكامل أقسامها، كأنها يعني محكمة. شركة محكمة. إدارية بالضبط. عندنا قلم موظفين وديوان وزي أي يعني أي مؤسسة 100%، زي المحكمة العادية بس على مصغر شوي. نعم. مش وهدول دائما داومين يعني بيكونوا طبعا أكيد يعني يوميا من شهريا، من الساعة 8 الصبح للساعة 3 يعني دوام عادي 100%. يعني 100%. نعم. يعني زيها زي أي محكمة، وإلهم رواتب وإلهم كل طبعا أكيد ضمان اجتماعي وطور تأمين صحي وكل شيء يعني طبعًا. عادي زي موظفين يعني مؤسسة إدارية. صحيح. نعم. يعني كامل، يعني موظف كامل بيداوم من الساعة 8 للساعة 3 الظهر. هاي المحاكم الكنسية الموجودة. نعم. في نعم. كم من محكمة عندنا نحن، لأي كم كنيسة؟ هلأ إحنا عندنا المحاكم، في عندنا الروم الأرثوذكس لللاتين، الكاثوليك، الأسقفية العربية، نعم، السريان والأرمن. نعم. يعني ست محاكم كنسية هذول، وكلها بتتبع نفس الهيكلية نظام طبعًا. الإداري يعني مجبرين لأنه نعم. لأنه بتعاملوا مع محامين وبتعاملوا مع مواطنين، فلازم نعم. تكون كل شيء بترتيب بالضبط من نعم. خلال نظام وأصول معينة لتسجيل القضايا ولا التعامل مع المواطنين يعني. نعم. طب هدول مين بيكون مشرف على مثلا الدعم المالي لهم؟ مين بيدفع لهم الرواتب والهادي؟ هل المحاكم الحكومة لا لا مثلا او لا كل محكمة بتصرف على حالها من إيراد الكنائس؟ طبعا من الكنائس، من الكنيسة نفسه. نعم. ما في دعم من الخارج؟ لا لا لا, لا.
لا لا كون انه هذا الموضوع يعني الدولة حطت يعني اسمعي، محاكم انا كنسية بحكي، وكناس انا بحكي محاكم متاكد شرعية. متاكد يعني من كل الكنائس، بس بحكي عن الروم الارثوذكس. احنا ما بناخذ ولا اي دعم دعم من اي حكومي، من، لا لا نهائيا. والمحاكم الشرعية من وين دعمها؟ المحاكم الشرعيه هي تابعه لدائره قاضي القضاه، نعم ورواتب القضاه والموظفين من خزينه الدوله. ايوه نعم. يعني لو نتابعين يعني للدولة، الحكومة حكومي تابعين بالضبط، الحكومة موظفين طبعا، حكومية، هم يعني الحكومية موظفين اللي حكومية بتدفع من ميزانيتها طبعا. طبعا لها الدولة. ميزانية خاصة ولها يعني موظفين حكومي، هذول يعتبروا موظفين حكومي. نعم. يعني هذا البند كان شوي مغيب عن علينا، يعني أنا أول مرة بعرف إنه، بفكر إنه الحكومة بتدعم المحاكم لا لا الكنسية بجزء من لا لا، المحاكم الكنسية هي بتدفع على حالها من حالها، يعني الميزانية. المحاكم من الكنسية. إيراداتها، من إيراد الرسوم، وبتدفع رواتب القضاة، الآباء القضاة، نعم وبتدفع رواتب الموظفين، نعم وبتدفع طبعا عندك قرطاسية وعندك الأجهزة طبعا كهرباء ومي والنظام وتليفون والكهرباء. بالضبط، وأجار مية وإلى بالمية آخره. مية بالمية يعني هذه كمان مصاريف يعني طبعا، إدارية، وأي إداري صاحب شركة أو هيك بيفهم هذا مية الشيء بالمية يعني. طبعا. طب أستاذ لؤي، الشخص اللي بيجي على المحكمة كيف يعني اللي بيقدم؟ هلأ معظم القضايا اللي عم تيجي على المحكمة هي قضايا شو؟ هلا يعني انا بدي احكي عن محاكمتنا كمحكمه الروم الارثوذكس. نعم احنا اكثر شيء اللي هو دعاوي الحضانه، المشاهده، الفسخ الزواج، يعني هدول اكثر 3 مواضيع يعني قضايا. المحكمه تنظرها عنا. يعني هاي نعم اكثر شيء، حضانه، مشاهده، فسخ الزواج، فسخ مثل الزواج. الطلاق يعني عم تحكي انت، هو او فسخ الزواج. احنا الطلاق، طبعا الطلاق عندنا له معنى اخر، بس احنا بنحكي فسخ زواج او فسخ بطلان زواج زواج. او بطلان بالضبط زواج. نعم بالضبط بالضبط. يعني هي اكتر 3 اكثر 3 فئات، مواضيع هدول، وحصر الارث وما الارث حصر الارث. والميراث حصر الارث طبعا يعني حصر الارث هو بيجي بالدرجة الاولى. احنا حصر الارث ما يعني ما بنعتبرهوش كقضية بتاخذ حيز بالمحكمة، لانه بيمشي يعني اجراء اجراء سريع، روتيني سريع. اجراء سريع. يعني نعم هو المحكمة تنظر بطلب حصر الارث، بتعمل بتعقد جلسة وبتصدر قرار، بس بكون بشكل سريع، يعني بشكل يعني ما بتحملش ساعتين زمن، 3 ساعات، ممكن يوم مثلا تاخذ معه، بس مش انه قضية فيها جلسات وفيها نعم تبادل لوائح بين المحامين. عرفتي كيف؟ نعم فهي يعني انا ما اعتبرتها كقضية، نعم لانه ما فيها اجراء. يعني اي واحد من الورثة يقدم طلب للمحكمة لحصر الارث، بتنعقد المحكمة، بتعقد جلستها، وخلال اليوم بالماكسيموم يعني يوم بكون ماخذ حجة حصر الارث. نعم عرفتي كيف؟ انه حصر الارث لا طبعا الموت للجميع. طب اذا بدي اسالك، كم قضيه مثلا بالسنه عندكم؟ احنا هلا لطائفة يعني الروم بعرف انه ممكن مش ارقام يعني مية لا بالمية صحيحه، لكن انا ممكن لا تعطينا مثلا فكره. مجهز يعني، حضرتها من امبارح لما عرفت بالمقابلة، نعم لأن توقعت إنه أسأل عن الموضوع نعم هذا. هلا إحنا بالنسبة لنا لسنة 2019، نعم بما مجموع القضايا اللي تم تسجيلها في المحكمة 131 قضية، نعم ومعظمها يعني فسخ، زي ما حكيت لك، فسخ فسخ زواج، زواج، نفقة، نفقة، مشاهدة، طاعة زوجية، حضانة، حجر، إبطال حجة حصر إرث، مسكن شرعي، منع سفر، إثبات نسب. يعني هذه مشكلة متشكلة. تقريبا في عنه حكي في 9 أو 10 مواضيع مختلفة. 100 وقديه؟ 131 بال2019. 2019. نعم يعني بال2000 هذا عدد مش يعني ما بنقول عنه يعني، سوري مش قصدي، بس انه بلا اكبر طائفة عندنا بالضبط بالاردن بالضبط. احنا على 131 131 قضية بال2019، بال2020 113 عشان كورونا. عشان كورونا. نعم نزلت يعني هديت 113 بالضبط. بطل في مشاكل عند العالم، عند بس مثلا انه عند اخواننا الارمن، نعم امبارح برضو عملت اتصال مع القاضي ورئيس المحكمة، نعم بحكي لي السنة الماضية قضيتين عندهم، قضيتين عند الكاثوليك 20 قضية. اها عرفتي كيف؟ نعم ما عندنا هالكم الهائل. العدد لما انت بتحكي احنا 113 او 131 والسنه الماضيه 113، احنا بالمحكمه الكنسيه في عندنا 6 قضاة،
من الروم الأرثوذكس. في عندنا موظفين تقريبا 5 أو 6، عرفت كيف؟ فهن 12 يعني ست قضاة وست موظفين أو 5 موظفين. نعم نعم، هدول رواتبهم ومخصصاتهم من الكنيسة. لكن خسرانة هذه بتصفي. هلا احنا مجبرين انه على الرسوم اللي عم تاخذوها. انا بحكي عن محكمة البداية. نعم. محكمة الاستئناف. نعم. يعني كمان في عندنا 4 قضاة محكمة الاستئناف. نعم. عندنا يعني 6 بالبداية احنا بنحكي. نعم. عرفتي كيف؟ بالاستئناف في عندنا 4. نعم. 6 لا احنا يعني 5 أو 6 بالقضاة. نعم. يعني لا 6 مزبوط، 6 6 6 قضاء عندنا بالبداية. بالاستئناف عندنا 4. هي كمان اذا راحت القضايا على الاستئناف. طب استاذ لؤي، بدي اسالك هلا، في بعض التساؤلات اثيرت على ارتفاع رسوم القضايا اللي بتقدم لها الشخص. فكيف انتم كيف عملية مثلا، بديش اقول تسعير يعني على الهاي، بس انه كيف بتحطوا الرسوم يعني؟ شوف ستي، احنا بلشنا بمشروع نظام رسوم المحاكم، يعني حاجة أن اكون واضح. نعم. خلافا لما يقال انه الحكومة فرضت علينا، الحكومة لم تفرض علينا النظام. نعم. يعني النظام اللي اشتغلوا اللي هو مندوبين عن الطوائف المسيحية واللي إلها محاكم في الأردن واللي ما إلها حتى محاكم. نعم. يعني اشتركوا في وضع هذا النظام. نعم. بلشنا فيه بال 2019. نعم. عقدنا أكثر من جلسة، طبعا إجت 2020 كورونا شوي. نعم. تعطلنا، والسنة هاي كملناها. نعم. وأخذ موافقة مجلس رؤساء الكنائس في الأردن. نعم. ووجه سيادة المطران خريستوفورس كتاب لرئيس الوزراء بتوقيع كل الكنائس. نعم. أو كل الطوائف المعترف فيها في الأردن. نعم. على الكتاب أنه هذا النظام صادر من عندنا. نعم. ككنائس وإحنا موافقين عليه. نعم. بالنسبة لموضوع الارتفاع قيم الرسوم. إحنا المشروع الحالي. نعم. يعني أقل من الرسوم اللي كانت مفروضة تقريبا النص. نعم. يعني بدي أعطيك مثلا، إحنا كان الطلاق في الكنيسة الأرثوذكسية بنأخذ 750 دينار رسوم. نعم. هلا نزل ل 450. عند الطائفة الأرمنية كان يأخذ 1500 دينار. نعم. هلا نزل ل 450. نعم. عند الكاثوليك كان يأخذ 750 أو 850، هلا صار ل 450. فإحنا بنحكي نزل. لأنه نزلوا وحدوا كان. احنا لما اجتمعنا كل كنيسة اجت جابت الجدول اللي متبعيته. نعم. فشفنا القيم الرسوم لما شفناها شوي مرتفع بتوجيهات طبعا من سيدنا خريستوفورس والاباء المطارنة والكهنة مندوبين الكنائس، انه يا عمي نزلوا وحاولوا انه قدر الامكان انه تيسروا على المواطنين. نعم. لانه بتعرف الاوضاع شوي بالنازل. نعم. ومع ذلك في كمان في استثناء، اذا اي مواطن ما بيقدر يدفع او. نعم. يثبت انه هو ما بيقدر يدفع للمحكمه، بتقدر المحكمه تنزل له للنص. نعم. او تعفيه. ساعده او تعفيه. يعني في رحمه يعني بالموضوع، مش يعني احنا مش هدفنا المصاري. مش هدفنا المادي. احنا المصاري هاي بس لتغطيه حاجات المحكمه الاساسيه. نعم. عرفتي كيف؟ يعني ما بيغطيها كل السنة، يعني عم تحكي 100%. يعني في كنائس، أنا متأكد في كنائس ما بتغطي. يعني أنا بحكي عن إحنا كطائفة روم أرثوذكس أكبر طائفة، لما أنا بقول لك السنة الماضية 113 قضية. نعم. يعني شو بتغطي مصاريف موظفين؟ لو بدي أخذهم كلهم على الرسم العالي اللي هو. نعم. الفسخ الزوال. نعم. ما راح يغطوا رواتب القضاة والموظفين. يعني بالنسبة لهذا هذه خدمة بتقدمها الكنائس. طبعا هي خدمة وعم تدفع يعني جزء كبير من العجز اللي بيصير. صح. بال الشهر، العجز المادي. ف يوم. يعني أنا بصراحة تفاجأت من إنه مش العدد الكبير بالقضايا ولا أكبر كنيسة. بعدين دكتورة إحنا كل الرسوم تم تخفيضها تقريبا للنص. نعم. يعني مثلا كان
هذا الحكي من امتى قلت لي؟ من 2000 احنا بلشنا اللجان المشتركه ما بين الطوائف. بس تنفيذ هذا الشيء؟ التنفيذ لسه هلا عند ديوان التشريع والرأي، نشر قبل 3 ايام مسوده النظام. نعم. وبعدين هلا بده يصير في اللجنه الوزاريه، بنعرض مع عطوفه مدير ديوان التشريع والرأي مع اللجنه الوزاريه وبتباحثوا فيه. ممكن يعني ننطلب كمندوبين عن الكنائس يعني نشترك معهم باللجنة لنناقشهم بالموضوع. نعم. لأنه ما في مجال للمقارنة بيننا وبين المحاكم الشرعية. نعم. يعني المحاكم الشرعية السنة الماضية مسجلين 120,000 قضية. نعم. لما إحنا بنحكي ل 113 قضية. نعم. ففي فرق، يعني إحنا يدوب جايبين 1%، مش موصلين 1%. نعم. عرفتي كيف؟ نعم. فإن شاء الله إنه الأمور بتمشي. وأكد، بحب أكد لكل إخواننا بكل الكنائس، مش الهدف المادي عندنا. نعم. الهدف انه نزلنا من قيم الرسوم. نعم. خفضناها يعني. نعم. على الاقل النص. نعم. وكل هاي الرسوم لتغطية مصاريف المحكمة حتى. نعم. تضل المحكمة تخدم بالمواطنين. المواطنين بالضبط. استاذ لؤي، يعني هلا السؤال المطروح قبل ما اتصالات الشباب. استاذ لؤي، هل يعني طبعا هذا انا بعتبره عبء على الكنيسه كمان طبعا. كانه يعني انه عبء كبير على الكنيسه، مصروف لها انها عم تدفع. أكيد. أكيد يعني طبعا. من الكنيسه لتقديم هذه الخدمه للمؤمنين. هل تجد ان الشراكه بين الدوله مع الكنائس تعطي مثلا جزء من هالتكلفه؟ ماذا سيكلف الكنيسه؟ هل سيكلفها استقلاليتها؟ هل سيكلفها حريتها؟ هل سيكلفها يعني تقييد لإجراءاتها؟ راح تفرض عليها إجراءات جديدة؟ شوفي ستي، بالنسبة لنا احنا انتو كأنه يعني احنا هيئة مستقلة. احنا 11 طائفة في الأردن. نعم. مسيحية. نعم. وطبعا كل طائفة باستثناء الكنيسة الروم الأرثوذكس اللي هي الكنيسة المحلية الوحيدة في الأردن بموجب قانون البطركية، بطركية الروم الأرثوذكس المقدسية هي الكنيسة المحلية الوحيدة في الأردن، بقية إلها نيابات بطركية طبعا. فكل كنيسة إلها مرجعية. نعم. على المحاكم الشرعية إلها مرجعية واحدة اللي هي دائرة قاضي القضاء، سماحة قاضي القضاء هو المرجعية لكل المحاكم الشرعية. نعم. فما بنقدر نوحد إحنا المحاكم الكنسية زي المحاكم الشرعية يعني. نعم. ما بنقدر، لأنه كل كنيسة إلها مرجعيتها الخاصة فيها. نعم. نعم. فمش زي إخواننا المسلمين هلا كنائس الشرعية عندهم مرجعية واحدة اللي هو مقاضي القضاء، بس الأرثوذكس له مرجعية، الأرمن، بالضبط، السريان، كل واحد له مرجعيته، أما بطرك والأقباط عندنا والكاثوليك واللاتين 100%. طبعا كل حسب طائفته بروح على المحكمة. فصعب إنه نعمل مثلا محكمة كنسية لكل الطوائف، ما بزبطش. نعم. ما بتزبط. نعم. بس. يعني هلا انتم عم تعملوا مركزيه بتوحيد رسوم هلا بموجب بنات الكنائس، بموجب لا بموجب قانون مجالس الطوائف المسيحيه الطوائف لازم يكون في قانون نظام للرسوم المحاكم. نعم. موحد. هلا الرسوم بنقدر نوحدها لانه المواضيع يعني متشابهه صح، بس القوانين مختلفه. هلا. نعم. كل كنيسه تتبع قانونها الخاص فيها. نعم. نعم. فمن الصعب انه تعمل محكمه كنسيه لكل الطوائف، بس هذا الاتفاق متفق عليه من كل كنائس، كل الطوائف. نعم. كل الكنائس. نعم. وافقت. نعم. انه توحد. نعم. الرسوم وافقت، وتم توجيه كتاب من قبل رئيس المجلس رؤساء الكنائس سيدنا كريستوفورس ده رئيس الوزراء، وارفق بمحضر موافقه كل اعضاء المجلس. حلو. يعني كل اعضاء المجلس موافقين عليه. نعم. اتفضل. اهلا. هلا استاذ صلايطه، كيف حالك؟ طبعا المستشار كمان القانوني في كنيسه الروم الكاثوليك الملكيين الكاثوليك في الاردن. اهلا دكتوره، صباح الخير. اهلا. هلا استاذ، معك الاستاذ كمان لؤي حداد، مستشار القانوني للروم الارثوذكس. صباح الخير. طبعا معروف استاذ ضاي. صباح الخير استاذ خلدون. يسعدك. استاذ صلايطه، استاذ خلدون، نحن عم نتحدث عن الرسوم المحاكم الكنسيه
وكيف الوضع العام عندكم في المحكمة الهيكلية الإدارية، أيضا تحدث عنها الأستاذ لؤي، فممكن أنك هيك تستعرض لنا ولو بشكل مختصر كيف الهيكلية، الموظفين اللي عندكم في المحكمة، أكم من قاضي، أكم من محامي بيحكموا، وعندكم كمان الرسوم تخبرنا عنها، تفضل. نعم نعم ستي. بداية المحاكم الكنسية مشكلة يضم قانون مجالس الطوائف المسيحية. نعم. وإحنا هي معروف أنه المحاكم بالأردن هي ثلاث أنواع، محاكم نظامية ومحاكم دينية ومحاكم خاصة. نعم. أما المحاكم الدينية تنقسم لقسمين اللي هي المحاكم الشرعية ومجالس الطوائف المسيحية اللي هي المحاكم الكنسية. نعم. هلا زي ما تفضلت حضرتك كل محكمة كنسية مشكلة من هيئة. نعم. هاي الهيئة طبعا تشكل بموجب إرادة ملكية، بيكون حاصلين القضاء على إرادة ملكية. هلا إذا عم نتحدث عن محكمة الروم الكاثوليك فهي محكمة تشكل من ثلاث قضاة، وفي هيكل إداري طبعا لهذه المحكمة، في الموظفين القائمين على أعمال هذه المحكمة، بالإضافة إلى طبعا القضاة زي ما حكينا الحاصلين على إرادة ملكية لإصدار هذه القرارات وإنشاء هذه المحكمة. نعم. لكن فيما يخص الرسوم، إحنا يعني اللي يبدو الحديث عن الرسوم، أنا بحب أنوه أنه بداية التقاضي حق للجميع، والمثول أمام القضاء دائما بنحكي أنه هو شرف. نعم. لذلك يعني بخصوص الرسوم، أنا صحيح شخصيا أنا مع تخفيض رسوم التقاضي أمام أي محكمة لأدنى حد، حتى يتمكن الناس من اللجوء للقضاء لحل أي خلاف أو إجراء أي معاملة تقتضي المثول. نعم. أمام المحاكم، كون هذا الشيء رح يوصلنا الصحيح لتحقيق العدالة بطريقة حضارية. يعني شو بدنا أحسن من أنه الناس تحل قضاياها وتحل خلافاتها أمام المحاكم، أمام جهة قضائية، هاي قمة الحضارة الصحيح يعني. نعم نعم. أستاذ، هلا أنت طلبت، قلت إنه بتطالب إنه تخفيف الأعباء المالية بالنسبة للرسوم على الناس، كون كمان الوضع الاقتصادي اللي بتعرض له كمان إحنا حاليا، يعني في مع وباء كورونا ومع هاي الوضع الاقتصادي كمان تدنى أكتر وأكتر يعني. فأنتوا كمان بالمحاكم الكنسية هل تنظروا بعين الرحمة لبعض، يعني أكيد في حالات مثلا اللي بيقدر يدفع واللي ما بيقدر يدفع واللي ما بيقدر يغطي، فهل هناك أيضا نظر لهي الحالات الإنسانية مثلا موضوع الرسوم؟ نعم يا ستي، هلأ أنا صحيح بتفق مع كل شخص بيقول إنه رسوم التقاضي أمام المحاكم الكنسية مرتفعة جدا، كمان مرتفعة. نعم. مش بس مرتفعة، أنا بتفق ما يعني ما هذا اتهام يعني موجه للمحاكم الكنسية إن رسومكم عالية، فعشان هيك عم أستاذ لؤي قال لي إنه إحنا خفضناها باتفاق الكنائس جميعا إنه يوحدوا الرسوم، فهل أنت. نعم. مع توحيد الرسوم؟ وهلا هلا الرقم كمان مع توحيد الرسوم، لما بتقول لي مثلا فسخ الطلاق 450، ممكن على الناس تشوفها إنها كتير غالية، يعني يدفع 450 معناها احنا ما بدنا نشجعها على الطلاق، ما بدنا نشجعها، اللي بده يطلب بده يدفع. عشان أوضح الأمر يعني زي ما تفضل الأستاذ، يمكن أحد عشان أوضح الأمر، شوفي ستي دكتورة، المقارنة. نعم. بين رسوم المحاكم الشرعية والمحاكم الكنسية الصحيح هي مقارنة غير متكافئة. أنا. نعم. بعيد زي ما حكيت في البداية، أنا مع تخفيض رسوم التقاضي أمام أي محكمة، مش فقط المحاكم الكنسية، أي محكمة، حتى نمكن الناس فعلا يصلوا لهذه المرحلة من التقاضي أمام. نعم. أمام المحاكم، من المثول أمام المحاكم، هو امتياز وشرف أنه نحل أمورنا أمام مرجع قضائي، أمام محاكم. نعم. لكن المقارنة زي ما حكيت بين رسوم المحاكم الشرعية والمحاكم الكنسية مقارنة غير متكافئة أبدا لعدة أسباب، منها ويعني بشكل بديهي، أول هاي الأسباب أنه المحاكم الشرعية دكتورة تابعة لدائرة قاضي القضاء. نعم. وبالتالي فإنه رواتبهم، رواتب القضاء وكادرها وجميع مصاريفها بتكون من ميزانية الحكومة، من الموازنة. نعم. لكن بالمقابل رواتب قضاة المحاكم الكنسية وكوادرها وكل مصاريفها وكلفها كلف عملها بتكون من ذات الطائفة التابعة لها المحكمة. نعم.
فإن أردنا المساواة في الرسوم فليكن ماشي. إذا يعني إذا إحنا بدنا نحكي خلينا نساوي رسوم بدل ما أنا فسخ الزواج 450 دينار بينما بالمحاكم الشرعية 10 و20 و5 دنانير وهكذا دينار. إن أردنا المساواة فليكن، لكن إذا بدنا نحكي بهذا المنطلق ليتم تخصيص حصة كافية من ميزان من ميزانية الحكومة للمحاكم الكنسية حتى نستطيع نحكي بهذا بهاي المقارنة. لكن بدون هاي المساواة أنا ما بستطيع أحكي بهاي المقارنة. الأمر الثاني اللي بحب أنوه له، ويمكن كثير من الناس حاولوا يشيلوا الأنظار عنه، إنه مشروع نظام الرسوم المحاكم الجديد خفض الرسوم وما زادها. خفض الرسوم يعني ما زادها، بالعكس خفضها. فلذلك هو يعني جاء بشيء أحسن، وتخفيض الرسوم إذا بدل على شيء بدل على إنه بالاتجاه الصحيح مش العكس. ومن ناحية أخرى دكتورة، حضرتك تفضلتي وحكيتي عن موضوع إذا في ناس ما بستطيع النظرة له. نظام رسوم المحاكم الكنسية يتيح اللي بنسميهم رقيقي الحال التقدم بطلب للمحكمة الكنسية للإعفاء من الرسوم أو تخفيضها، وجاء في النظام أنه يحق للمحكمة إما إعفاء من الرسوم أو تخفيضها بما لا يقل عن نصف الرسم. وهذا أيضا بعطي مجال للمحكمة الكنسية انها تقدر وضع كل حالة حتى ما يكون التقاضي حكر على فئة دون اخرى، بالعكس يكون التقاضي بمتناول الجميع حتى رقيقي الحال. طب استاذ لؤي وانت استاذ خلدون، يعني انتوا عم بتشكلوا كمان محورين مهمين من كنائسنا الاردنية، كنيسة الروم الارثوذكس وكنيسة الروم الكاثوليك، هل ترى ان التوجه لانه الحكومة او انها تكون تخصص حصة من ميزانيتها لمساعدة مصاريف المحاكم الكنسية في المصاريف الإدارية وإلى آخره، يعني لو بتخصص جزء من هاي الموازنة زي محاكم الشرعية برضو للمحاكم الكنسية، هل هذا مطلب ممكن أنه يتحقق، يعني ينطلب من الكنائس في المساعدة، خاصة أنه الشعب الأردني، يعني لما منقول إحنا المواطن الأردني الوضع الاقتصادي على الجميع عم بعم، لما بكون الإنسان هذا عم بيدفع 25 وهذا عم بيدفع 450، ليش؟ لأنه هذه الحكومة عم بتدفع مصاريف المحكمة إلى آخره، والكنيسة هي اللي قاعدة عم تدفع هاي المصاريف كاملة بتتحملها، والمواطن الأردني المسيحي عم بيدفع ضرائب زيه زي أي مواطن يعني أردني. وأيضا هذه لما بتحكي أنت عم بتخصص الحكومة جزء من الميزانية، أنت هاي الميزانية جاية من وين؟ يعني من المواطنين، يعني من الضرائب من الرسوم المدفوعة. فالمواطن الأردني اللي عم بتوجه المحكمة الكنسية عم بيروح جزء كبير من رواتبه على الحكومة بشكل ضرائب، وعم تندفع لفئات يستفيدوا أكثر من فئات. فهل المجلس الكنائس يعني بحق له يطلب مساعدة الحكومة في المساعدة ب مصاريف المحاكم الكنسية أو يخصص جزء من الموازنة؟ يعني أنا بطرحه لأستاذ لؤي والأستاذ خلدون، فتفضل أستاذ لؤي، خليك معنا أستاذ خلدون. معك. أنا حكيت لك دكتورة، إحنا مشكلتنا بالمحاكم إحنا ما عندنا مرجعية واحدة. يعني بجوز ما بعرف ألا هذا يرجع للرئيس وأعضاء مجلس رؤساء الكنائس إذا بدهم يطلبوا الدعم من الحكومة أو لا. يعني ما بقدر أفتي فيه، بس أنا اللي بحكيه إنه إحنا كمحاكم كنسية، يعني عندنا 6 أو 7 محاكم كنسية، كل محكمة إلها مرجعية. يعني مش زي المحاكم الشرعية، المحاكم الشرعية قلنا لك إنه المرجعية تبعته اللي هو سماحة قاضي القضاء. إحنا هنا كل كنيسة إلها مرجعية خاصة. فبجوز من ناحية تقنية أعتقد مش ممكن. ما بعرف الحكومة جزء وتوزع للمجلس والمجلس يوزع على المحاكم. مثلا خليني احكي لك، احنا مثلا عندنا كالمحكمة الكنسية احنا عندنا مثلا 9 قضاة بما فيهم بداية واستئناف، وموظفين مثلا 5 أو 6، بس في محكمة تانية مثلا في عندها بس 3 قضاة. فبصفي يعني ما في عدل راح يكون بين المحكمة والتانية. راح يصير في تفاوت في الحصص بالضبط، يعني راح يصير في تفاوض. بس احنا المرجعي انه الهدف الاساسي انه يتم الدعم للمجلس، والمجلس هو يوزع الحصص باتفاق مثلا،
يعني اذا هذا مطلب، لانه هذا مطلب شعبي، يعني انه ليه الحكومه بتساعد هون وما بتساعد هون، ليش الحكومه ما بتساعدنا؟ يعني انا يعني اعذرني لما بحكي هذا الشيء، لانه هذا الشيء متداول مع التعليقات اللي موجوده مع الاشخاص اللي بيتابعونا. الناس بقول لك انا كمواطن، احنا كمواطنين ما في فرق بيننا وبين اي واحد، لا في العرق ولا في الدين ولا في اللون. نعم. احنا كلنا امام القانون واحد، وبدفع الضرائب وبدفع رسوم وبدفع كذا. هم يعني من حقهم يعترضوا، بس انا بحكي لك هاي يعني مش نعم. مش ما بقدر يعني انا اعطيك رايي فيها، اعطيتك نعم. انا رايي نعم. بس بقدرش ابت لك او اقول لك اه والله ممكن نعم. يطلب او لا. يعني انا برجع لمجلس رؤساء الكنائس، هو اللي بقرر اما بده يطلب من الحكومه او يضله زي ما هو هيك. نعم استاذ خلدون شو رايك بالطرح؟ نعم. ستي يعني انا بحكي لما لا، ليش لا؟ نعم. لا زي ما حكينا بداية كنت بتحدث انه المحاكم بالاردن تصنف الى محاكم نظامية، محاكم دينية، محاكم خاصة. نعم. بالنتيجة المحاكم الدينية اللي منها مجالس الطوائف المسيحية او المحاكم الكنسية هي مشكلة، هي منصوص عليها بالدستور ومشكلة بموجب قانون. نعم. لذلك فهي وتصدر قراراتها باسم جلالة سيدنا. نعم. لذلك ليش ما يكون في مساهمة، او ليش ما يكون في لها حصة من ميزانية الحكومة، حتى هاي المحاكم تستطيع فعلا تخفض رسومها بما يتناسب مع مقدرة الناس. نعم. يعني انا ما بشوف في مانع، بالعكس انا بشوف انه بما انها محكمة مشكلة بموجب قانون زي ما تفضلتي، ما في فرق بين احنا الدستور الاردني بحكي نعم. الاردنيين سواء امام القانون. نعم. ما في فرق بين اي اردني. نعم. ليش هذا الشخص؟ انا مع انه يكون في صحيح هذا التوجه، انه يكون في حصة للمحاكم الكنسية حتى تستطيع انها تصرف على يعني تشغيلها. نعم. ما في شيء يمنع من هذا الشيء. المرجعية ادارية نعم لهذه المحاكم الكنسيه. نعم يعني ممكن تشكل لجنه مشتركه، يعني ممكن. بس انا بحكي مثلا المحاكم الشرعيه. نعم. القضاء هي مسؤول عن المحاكم الشرعيه. هلا عندنا هون ما عندناش ما، لانه احنا يعني استاذ لؤي عم بيحكي انه احنا عندنا ارثوذكس وكاثوليك ولاتين وارمن وسريان واقباط وبروتستانت اللي هم الاسقفيه العربيه كمان، واللوثريه عندهم كمان ايضا محكمتهم الخاصه فيها. ف يعني مش انه مرجعية واحدة، كل واحد عنده سياسته الخاصة فيه وعنده هيكله الإداري وعنده قانونه الخاص فيه. نعم. أنا بتفق مع الأستاذ لؤي تماما، بتفق مع الأستاذ لؤي بهذا الشيء، لكن إن حصل هذا الأمر بتم تنظيمه، يعني بتم نعم. تنظيمه لاحقا أكيد راح نعم. يتم تنظيمه إن حصل هذا الشيء. نعم. الشيء الصحيح اللي يعني بحب أكد عليه إنه إحنا بقانون بعفوا هذا النظام تم تخفيض الرسوم وليس زيادتها، لانه بحس انه نعم. الحديث اللي صار بالمجتمع وكانه تم زياده الرسوم، بالعكس هو تم تخفيض الرسوم نعم. وليس زيادتها، لكن مرات يمكن هيك السوشيال ميديا بتلعب دور بانها تثير المواضيع بشكل سلبي مش ايجابي. مزبوط بحكي الاستاذ خلدون، يعني بالمينيمم دكتوره نزلت للنص الرسوم عن ما كانت عليه في كل كنيسه، يعني مثلا رسوم الحضانة، حضانة الأطفال. أستاذ خلدون أنتوا قديش رسوم الحضانة؟ رسوم الحضانة هلا تم تخفيض الرسوم، هلا كانت 100 مثلا صارت 50، هلا صارت 50 فسخ الزواج أو بطلان الزواج أو البطلان أو تحت أي مسمى، كان 750 الآن 450. احنا يعني نسبة لا بأس فيها. صحيح. كانت عندنا بالمحكمة الكنسية حضانة 100 دينار. نزلت لخمسين. نعم. بحكي لك نزلت بالمينيمم النص. يعني بصراحة الحكي عن هذا الموضوع يعني اللي صار أثيره في السوشيال ميديا كان يعني مش بحقهم، مش عادل، أو إنه لأنه أنتوا عم نزلتوا الرسوم مش رفعتوها، ممكن بالنسبة للمواطن عالية شوي. دكتور الناس اللي ما بيراجع المحكمة ما بيعرف شو الرسوم، ما بيعرفوا. نعم. فهاي لأنه أول مرة قبل 3 أيام لما ديوان تشرب الرأي نزل الرسوم. نعم. فالناس تهيأ لها أنه هاي المحكمة الدولة فاضة علينا الرسوم. نعم. على هي فعليا مش الدولة، أنا بحكي لك. نعم. وأنا يعني متأكد من المعلومة هاي لأنه أنا اللي متابع الموضوع من البداية. نعم. يعني هذه بس صدرت من 3 أيام. هي لا، هي من إحنا مقدمينها سلمناها من طبعا. نعم. سلمناها لرئاسة الوزراء تقريبا قبل 2 أو 3 أسابيع بعد. نعم. ما يعني أخذنا الموافقة النهائية. نعم. عرفتي كيف؟
بس قبل 3 أيام الديوان تشريع الرأي نشر المسودة. نعم. هلا لما الناس شافوا المسودة وشافوا الأرقام نعم مقارنة مع الشرعي الشرعية قالوا لك إحنا رايحين السما طايرين في الأسعار. بس هو فعليا الكنائس هي اللي قررت. نعم. وزي ما حكى الأستاذ خلدون نزلت الرسوم ما ارتفعت يعني ولا رسم من الرسوم ارتفع. نعم. كيف؟ حلو. هو اذا بتسمحي لي دكتوره يعني احنا فضل. بالعكس انا بشوف شيء صحي كثير وشيء كثير رائع انه الناس تنتقد وتتحدث وتحكي على السوشيال ميديا نعم وتقارن الشيء هذا جميل بالعكس حق الجميع يعبر عن رايه وحق الجميع يبدي رايه ان كان سلبا او ايجابا بالعكس هذا قمه يعني التعامل المنيح بالضبط انه احنا فعلا يعني من حق المواطن المسائل ومن حقه انه يلاقي جواب على تساؤلاته كمان واذا في عنده مطالب كمان من حقه انه يحكي مطالبه انت شو بدك بالضبط يعني فاذا انت مش قادر في طريقه للمساعده اذا انت عم تعترض او اعتراضك يعني مسموع وان شاء الله يعني يتم التجاوب معه بس بالمعقول وأنا دائما بحكي إنه من دون ما نسيء لأحد من دون ما نسيء لمؤسسة من طبعا. دون ما نسيء لأشخاص أو إنه نحكي كلام لا يعني مش بالمستوى اللي إحنا منتوقعه فهذا هو الاعتراض لما السوشيال ميديا مفتوح للجميع والواحد ما هب ودب عم بحكي صار فكتير كان في مهاترات على السوشيال ميديا مسيئة يعني خاصة إنه تجار وصايرين تجار ولكن الموضوع مو هيك يعني لما الواحد بيستوضح الأمور وبيعرف الحقيقة يعني بيلوم حاله يعني طبعًا ليش طبعًا. هيك نحكى لا صدقا دكتور احنا الرسوم يدوب صار في على المحكمة نعم يعني يدوب وهي بجوز الأستاذ خلدون الأستاذ خلدون موافقني للموضوعات نعم يعني كمان إخواننا بكنيسة اللاتين نعم الأعضاء عندهم ما بين رئيس ونائب رئيس وأول نعم والقضاء والمحامي والمحامين والكتبة بتحكي تقريبا 10-12 عضو أكيد طب هذول ما كمان عندهم مصاريفهم مصاريفهم اللي عندهم قرطاسية أنظمة عرفت كيف فكل هذا بتغطى من الرسوم هاي من الرسوم هاي أستاذ خلدون أنا بشكرك كثير على هذا الاتصال وهذا التوضيح وإن شاء الله بنضلنا على تواصل أيضا عندنا كمان بالاستوديو شرف إليك فشكرا لك أستاذ يعطيكم العافية صباحكم سعيد وحضرتك والأستاذ لؤي صباحكم سعيد حبيبي صباحك نور أستاذ خلدون الله معك هلا يعني إحنا بصراحة في أمور أستاذ لؤي يعني أول مرة بنسمعها وفعلا اللي ما بيمارس خبرة إنه يروح على المحكمة ويشوف الوضع ما عنده فكرة ما حد بيعرف يعني نعم. أحكي لك يعني مثلا بالنسبة إلنا إحنا كرسم فسخ الزواج احنا خليناه شوي مرتفع نعم هلا يعني في حكمه ممكن من الموضوع او بطلب من بعض الاباء انه يعني ما تنزلوا عشان ما تشجعوا الناس هلا احنا انت بتعرفي الموضوع الفسخ عندنا مش بالهين يعني انه يتاخذ طبعا فسخ زواج مش شغله احنا دائما بالضبط فانه يعني بقول لك زواج مسيحي يعني ابدي فهذا المعروف انه زواج مسيحي يعني ابدي مؤبد بروح الواحد فلا يعني انا اتوقع ومش لانه يعني انا بمثل جهه معينه نعم. بس كرسوم نزلت بشكل رهيب الاستئناف مثلا استئناف القضايا كان نعم. غالي بالأول كان يكلف يعني مثلاً 1000 دينار نعم. الاستئناف هلأ نعم. صار نص الرسم العادي يعني نعم. إذا القضية 50 دينار رسومها بيستأنفها ب25 نعم. ما ما قبل كان لو رسومها 50 دينار بده يستأنفها ب1000 نعم. عرفتي كيف نعم. فلا كان لصالح المواطن وأبائنا المطارنة والأباء الكهنة والقساوسة كلهم كانوا هدفهم مصلحة أبناء الرعية 100% يعني شباب في معنى اتصال نعم طبعا احنا شاكرين كل الأشخاص اللي عم بيتابعونا على صفحتنا وعلى البث المباشر بنقول للجميع صباحكم نور يعني ياريت اني أقدر أحكي أساميكم فردا فردا هدى مكسابون نوبار فاسكي وريتا داود ميري النبر وليلى فيكتور
وجنات البرجيل، يعقوب برو، وكاثي منصور، صباحكم نور، زيد اندراوس، وفادر أليكسيوس قاقيش، يسعد صباحك يا أبونا منى توبوليان، يعني وجميل عواد، وهاني دبابنا، وفيفيان مروشيتو، ورافي نصير، وخالد لولاس. معنا الدكتور جلال فخوري. صباحك نور دكتور. صباح النور، اهلا وسهلا. اهلا فيك دكتور، يعني احنا سعيدين بسمع صوتك معنا بالبرنامج. صباح الخير للاستاذ لؤي. اذا كان صباح الخير دكتور، زمان عنك، زمان عنك. مو حضرتك لؤي مشهور طيب حداد؟ لؤي حداد مشهور خالي، مشهور خالي. الأستاذ لؤي حداد وهو المستشار القانوني في مطرانية الروم الأرثوذكس. لا احنا بنعرف بعض ايام ما حضرته كان بالجامعة. بالجامعة نعم. نعم. نعم دكتور. اهلا وسهلا دكتور. انبسطت بسمع صوتك انا عن جد، وزمان ما شفت الا الدكتور اسمع صوتك. كان عنده اطلاق كتاب جديد في الفكر السياسي، شذرات في الفكر السياسي، فقبل كم يوم. ممنونك كثير. طبعا ممنون. هذا كتاب من كتب. مش طبعاً. اول كتاب ولا اخر كتاب، في عنده كتب اخر اخرى. معروف الدكتور. الله يسعدك دكتور. احنا بنحكي عن الرسوم المحاكم الكنسيه، فتفضل عندك مداخله. سامع البرنامج وسامع الأستاذ لؤي. نعم. يعني الحقيقة أبدع في شرح التفصيلات، لكن أنا في إلي ملاحظة. نعم. أرجو أنه يسمعها الأستاذ لؤي. فضل. هي نحن في البلاد العربية وانعكاساته على الأردن الاقتصادية كانت سيئة جدا، وبالتالي تنعكس على كل بيت أردني سوءا. نعم. مما يعني انه عدم تشجيع البيوت التي بحصل فيها مشاكل، عدم تشجيعها على الاقبال على على المحاكم الكنسيه، لان الرسوم غاليه جدا نظرا للاوضاع الاقتصاديه السيئه. نعم. الان انا بقترح يعني على الاستاذ دؤي وعلى خلدون قبل شوي، الاستاذ نعم خلدون صلايته، الاستاذ خلدون عليهم عليهم كلهم يعني المحاكم الكنسيه، أن تطلب توحيد من الحكومة، أن يجتمعوا كلهم على هدف واحد هو تخفيض الرسوم كمان مرة لتصبح 300 دينار بدل 450 للسببين. السبب الأول هو تشجيع للعائلات اللي بحصل عندها مشاكل وما عندها فلوس تتقاضى أمام المحاكم الكنسية، ومن ناحية ثانية كمان انه المحاكم بتعود يعني انه تحل المشاكل، ما يكون قصدها الرسوم، ما يكون قصدها استيفاء الرسوم، يكون قصدها حل المشاكل بعيدا عن الطلاق وبعيدا عن فسخ الزواج وما الى ذلك يعني. نعم نعم فعلا دكتور. هو الأستاذ لؤي كمان ذكر أنه المحاكم الكنسية ليس هدفها المادي. صحيح. أكثر من أنها تحل مشاكل عن طريق القضاء، لأنه القضاء العادل هو اللي بيحل وبيعطي العدالة للطرفين، يعني المشتكي والشاكي عليه. طبعا. طبعا. فالقضاء هو اللي بيحل بشكل القانوني، لكن هو ارتفاع يعني 450. أنا حكيت لك أستاذ لؤي حتى 450 ممكن يستكترها الناس. دكتور ما بدناش ننزل عشان ما نشجع الناس. بقول لك الماء بده ينزل عشان ما يشجع التوجه إلى المحاكم الكنسية. نعم. لما بشوف موضوع الفسخ خاصة بعد الكورونا دكتور، هلا بعد الكورونا شو اسمه، خليني إذا نزلناها شوي ممكن تزيد الحالات. تزيد الحالات. تفضل دكتور جلال. خليني بس أحكي هالكلمة. نعم تفضل. الحقيقة يا أستاذ لؤي. نعم. المشكلة ليست لا في الفلوس ولا في التقاضي ولا في حتى في عملية الصلح بين العائلات. نعم. القضية هي سيكولوجية. نعم. عندما يرى المواطن المتجه إلى المحاكم الكنسية أن هناك روحية معينة لدى الكنيسة أن تحل المشاكل بعيدا عن الفلوس، بيدفع الفلوس وهو مرتاح، لكن عندما لا يرى هذه الروحية
لدى الكنيسة كيف بده يعني بدفع الفلوس غصب عنه معنا. دكتور دكتور احنا بعد اذن الدكتورة اتفضل. احنا عندنا بالمحكمة الكنسية هي مجرد ما تسجل قضية دغري بالأطراف يتم تحويلهم إلى بيت العائلة المسيحي. نعم. لحل الخلاف بيناتهم ودي. ودي حلو. وما عندنا مشكلة يقعدوا شهر وشهرين وثلاثة وست أشهر اللي بين ما يوصلوا لمرحلة إنه يحلوا الموضوع. هاي ما فيها رسوم. لا لا لا. هذا يعني بيت العائلة المسيحي. لا لا بس يسجلوا القضية. نعم. دغري المحكمة تحيلهم إلى بيت العائلة المسيحي على أساس أنه بلكن حلوا ودي من دون اللجوء للقضاء. نعم. نعم. وفي متخصصين مثل مستشارين زواج. لا في عندنا الآباء روحيين، في عندنا متخصصين اجتماعيين، متخصصين نفسيين. حلو. نعم. متخصص بالأطفال، يعني بيكون جلسات علمية روحية ثقافية، يعني بكل الجوانب، مغطين كل الجوانب. نعم نعم أستاذ جلال، يعني هذا الطرح اللي أنت طرحته، يعني هاي كمان أدركتها المطرانية الروم بهذا بيت العائلة المسيحي، فهذا شيء جميل. أنا بتمنى عليهم إنه الأستاذ لؤي يقترح على بقية المستشارين تخفض الرسوم لدى الحكومة، يعني عندما يكونوا كلهم مجتمعين بطلب واحد قد تتجاوب الحكومة. أنا إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. شكرا لك أستاذ دكتور جلال فخوري على المداخلة القيمة. شكرا لك. صباحك نور. صباح النور. هلا دكتور. هلا. طبعا معنا احنا دقيقتين قبل نهاية البرنامج، بس نحن في الطرح الأخير أستاذ لؤي، بيت العائلة هل متواجد بكل كنيسة في مثلا هذا يعني هذا البيت مثلا أو المركز استشارات عائلية، أو لأنه في كتير مثلا من القضايا ممكن تحل وديا، تكون مشكلة بسيطة جدا ولجأوا للقضاء بوضع عصبي مثلا أو بمرحلة عصبية، وبعدين أنه الموضوع كان سهل أنه من الأباء الروحيين بالإرشاد الإرشاد الأسري. هلا بموجب قانون مجالس الطوائف المفروض على كل محاكم يكون في عند إرشاد أسري، يعني أنه تذهب لموضوع المصالحة. نعم. هلا سيدنا كريستوفورس ارتأى أنه إنشاء بيت العائلة بشكل مؤسسي صحيح. نعم. اللي هو المشرف عليه أب كاهن روحي. نعم. وبالتعاون مع أخصائيين اجتماعيين ونفسيين. نعم. لأنه بتعرفي المشاكل إلا يكون إشي مرات يكون نفسي، إشي اجتماعي، إشي. فبده يكون في عندنا متخصصين. هلا إذا شاف الأب الروحي إنه في داعي لتحويله لمتخصص اجتماعي أو نفسي بحوله. نعم. شاف إنه بده روحي بقعدهم مع بعض. نعم. بقعد معه تقول طرف على حسب الحاجة يعني. حسب الحاجة. حلو. وشغلات كتير يعني صارت عندنا، حتى يعني بتكون بمراحلها النهائية بالأخير بنجح أبونا الله يعطيه العافية إنه يحل الموضوع. حل الموضوع. بالضبط، وهذا هدفنا يعني. نعم. إحنا هدف المحكمة روحي. أه. قبل أن يكون قضائي وقانوني. وهي ميزة المحاكم الكنسية يعني. 100%. نحن أستاذ لؤي شاكرين حضورك، شاكرين الكلام معك والحديث يعني عن هذا الموضوع. شرف وهذا لي. التنوير يعني أنا بعتبره نوع من التنوير الإيجابي الفعال والبناء لكنائسنا، وكنائسنا لما قلت إنها هي كنائسنا بخير ولا زالت بخير وستستمر الكنائس بخير ولن تقوى عليها كل هاي الأصوات النشاز. لكن طبعا أنا حاولت أصدقائنا على صفحتنا أني أجاوب على معظم الأسئلة، وأبائنا كمان الكهنة اللي كمان أيضا في أبونا عفيف مخول بيقولك ممكن الكنائس الكاثوليكية بالاتفاق أن تكون محكمة موحدة، الكاثوليك لحال أرثوذكس لوحدة ممكن يوحدوا بعض، فهذا كمان طرح. وزياد عمش وعن بيت العائلة، وأيضا عن مارلين الحدوي صباحكم نور، مجدولين حداد، وإلى جميع اللي كانوا معنا أصدقائنا المتابعين منقولكم صباحكم نور، ونشكر كل الأشخاص اللي تابعونا والأشخاص اللي كانوا معنا على نور ساوت للومير. نشكر الأستاذ لؤي والأستاذ خلدون على مشاركتهم، والدكتور بالاتصال دكتور جلال فخوري. نشكر اللي كانوا على البث من الأردن والبث من لبنان لتحقيق البث المباشر على هذه الحلقة. فشكرا للجميع، وإلى اللقاء في الأسبوع المقبل يوم الثلاثاء القادم الساعة 9 صباحا،
وصباحكم نور. شكرا استاذ. شكرا يعطيك العافيه. اعجوبه لليوميير مستمره مستمره فيكم مستمره الكم ولاولادكم من بعدكم ولاولاد ولادكم وللجيل اللي بعد اولاد ولادكم من بعد. لما تكون تعبان بهمك عندك كلمة تريح قلبك ترجع الدنيا بتضحك لك نور ساتي ليل ومير نور ساتي ليل ومير نور ساتي ليل ومير نور ساتي ترنم صلواتي ليل ومير محبة وخير. Satellite.